بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في الدرس 22 من دروس شرح اللغة التركية وفقا لمنهاج دي إكليم تركتشا المستوى الثاني، وهو المنهاج المعتمد لدى معهد يونس إمري بكل فروع العالم. ومن أجل ضمان مستوى تعليمي ممتاز نقوم بالشرح أنا وزوجي التركي الأستاذ إمري سويا. أصدقائي، قبل البدء بالدرس نود أن نعرفكم بشكل سريع على قناتنا. قناتنا باسم العروس الفلسطينية أو فلسطين ليجالين، وهي مختصة بتعليم اللغة التركية للعرب واللغة العربية للأتراك عن طريق الدروس وترجمة الفيديوهات والبرامج المتنوعة. كما نهتم بنشر ثقافة بلاد العرب والأتراك بشكل عام بالأمور المختلفة. تجدون أيضا في قناتنا شرح لمنهاج تومر اسطنبول، وهو المنهاج المعتمد في جميع جامعات ومعاهد اسطنبول التعليمية، ويعتبر من أهم وأفضل منهج التعليم للغة التركية على الإطلاق. أصدقائي، عندنا لكم مفاجآت كثيرة وفيديوهات منوعة ومفيدة. كل ما عليكم فعله هو الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد. نعم، نبدأ بعون الله ودرسنا. الدرس الأول من الوحدة، أي وحدة هاي إمرأة؟ 8. جنة 1. درس الوحدة السادس الثامنة ثامنة عفوا. كişilik tipleri. أنواع الشخصيات. Okuyalım. لنقرأ. Salih Bey kaygılarından kurtuluyor. صالح باي يتخلص من القلق. Günaydın. صباح الخير. Günaydın. Buyurun beyefendi. السكرتيرة ترد عليه. Günaydın. تفضل يا سيد. Bugün saat 9'da randevum vardı. Adım Ali Aydınoğlu. قال لها اليوم عندي موعد على الساعة 9. اسمي علي أيدنولو. Siz bekleme salonuna geçin efendim. Ben size haber veririm. انتظر في صالة الانتظار وأنا سأعطيك خبر. Salonda çay var mı? هل يوجد شاي في الصالون؟ Var efendim. يعني في صالة الانتظار قصد. نعم موجود يا سيدي. Siz oturun ben getireyim. أنت يعني اجلس حضرتك وأنا أحضر لك. Teşekkür ederim ben alırım. شكرا لك، أنا أخذها. 5 دقيقة sonra. بعد 5 دقائق. Ali Bey buyurun. تفضل يا سيد علي. Teşekkür ederim. شكرا لك. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? الدكتور قال له أهلا بك يا سيد علي، كيف حالك؟ Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok şükür. İyiyim. Siz nasılsınız? أهلا بك، شكرا لك. أنا بخير يعني، الحمد لله. أنت كيف حال حضرتك؟ Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi geçen aya göre daha iyi gördüm. شكرا لك، أنا أيضا بخير. أراك أفضل حالا من الشهر الماضي. Ben de öyle hissediyorum. Artık daha az kaygılanıyorum. أنا أيضا أشعر كذلك. أنا أصبحت أقل قلقا. Çok iyi. جيد جدا. Şimdi iyi görünüyorum değil mi? أنا الآن أبدو بصح يعني جيدا، أليس كذلك؟ Evet, yüzünüzde huzur var. Anlatın bakalım, son bir ay içinde neler yaptınız? نعم يوجد بوجهك حضور بمعنى نيدي عربشة ده يا إمرأة. حضور يعني طمأنينة، أمان هيك. Uzun uzun düşündüm. Kendimi dinledim. Yıllardır boş yere kaygılanıp üzülmüşüm. Dur bir dakika, ben devam etmemişim. Alilo, نعم يوجد في وجهك حضور اللي هي الطمأنينة. أخبرني لنرى ماذا فعلت في خلال الشهر الماضي. Kaygılarınıza uzun uzun düşündüm. فكرت مطولا. Kendimi dinledim. سمعت لنفسي. Yıllardır boş yere kaygılanıp üzülmüşüm. منذ أعوام وأنا يعني أحزن وأقلق لأشياء فارغة. Kaygılarınıza ne oldu? ماذا حصل لقلقك؟ Onlar kuruntuymuş. Kuruntu? Boş şeyler yani. Yani هي أشياء عبث. Kuruntularından sayenizde kurtuldum. وبفضل حضرتك أنا تخلصت من هذه الوساوس يعني أو المشاكل. Siz gayret ettiniz ve kurtuldunuz. أنت ثابرت ولذلك يعني شفيت أو تخلصت من قلقك. نعم. Cevaplayalım.
لنجب. Neler yapıyorlar? ماذا يفعلون؟ Salih Bey'in randevusu saat kaçtaymış? في أي ساعة كان موعد السيد صالح؟ Salih Bey'in randevusu saat 9'daymış. كان الساعة التاسعة. Sekreter Salih Bey'in ne yapmasını söyledi. ماذا قالت له السكرتيرة أن يفعل؟ Bekleme salonuna geçmesini istiyor. قالت له يستن ينتظر في صالة الانتظار. Salih Bey ne içmek istiyor? ماذا أراد أن يشرب؟ Çay içmek istiyor. Çay. Salih Bey ne doktoruna gidiyor? صالح باي إلى أي طبيب يذهب؟ Psikoloğa gidiyor. طبيب نفسي. Salih Bey doktora gitmeden önce nasıl bir insandı? قبل أن يذهب إلى الطبيب أي نوع من الناس كان؟ Kaygılı bir insandı. كان شخص قلق متوتر. Salih Bey nelerden kurtuldu? من ماذا تخلص؟ Kaygılarından kurtuldu. من قلقه. Salih Bey şimdi nasıl görünüyor? كيف يبدو الآن؟ Huzurlu görünüyor. يبدو بطمأنينة. Bakalım, yazalım. لننظر ونكتب. Tamam. Burada bunun anlamını vereceğiz, geçeceğiz. سنعطي معانيهم ونأمر. أنتم بتوصلوا الكلمات حسب كيف شايفين الصورة. Kaygılı. يعني متوتر، قلق. Korkak. خائف. Şaşkın. متفاجئ. Neşeli. مرح. Öfkeli. غاضب. Üzgün. حزين. İnceleyelim. نعم لندقق. Burayı mı söyleyeceğiz her şeyi? هنا سيشرح قاعدات آن و إن. طبعا متى نأخذ آن ومتى نأخذ إن حسب آخر حرف صوتي في الكلمة، وهذه اللاحقة تضاف للفعل فيصبح بمعنى الذي قام بالفعل. يعني هنا مثلا نرى مثلا مثال أوينايان. أوينامك هو فعل اللعب، أوينايان هو الشخص الذي يلعب. يعني سنأخذ الأمثلة الآن ونترجمها باختصار، هي ترجمة لي الذي قام بالفعل. توب كرة. çocuk طفل. توب oynayan çocuk الطفل الذي يلعب في الكرة. ağlamak çocuk ağlayan çocuk الطفل الذي يبكي. koşmak çocuk koşan çocuk الطفل الذي يركض. gülmek çocuk gülen çocuk الطفل الذي يضحك. Piknik yapmak aile, piknik yapan aile. العائلة التي تقوم بالنزهة. Saklambaç oynamak çocuklar, saklambaç oynayan çocuklar. Saklambaç هي لعبة الغميضة. هنا الأطفال الذين يلعبون لعبة الغميضة. هنا أراد أن يقول شيء، أن القاعدة تستخدم للجميع وللمفرد. هنا كان طفل واحد، هنا أصبحت شجوكلار أطفال. وعائلة تستخدم للجمع والمفرد على حد سواء. Çocuk yağmurda oynadı. O çocuk ıslandı. Yağmurda oynayan çocuk ıslandı. الطفل لعب في المطر وهذا الطفل تبلل، فنقول الطفل الذي تبلل في المطر. Çocuk dondurma yedi. O çocuk hastalandı. Dondurma yiyen çocuk hastalandı. الطفل أكل المثلجات وهذا الطفل مرض. الطفل الذي أكل المثلجات مرض. Seyirciler yeniden yazalım. لنكتبها من جديد. Seyirciler tiyatroya geldiler. Onlar koltuklarına oturdular. المشاهدين جاءوا إلى المسرحية. هم جلسوا إلى مقاعدهم. Tiyatroya gelen seyirciler koltuklarına oturdular. يعني المتفرجين الذين جاءوا إلى المسرحية جلسوا إلى مقاعدهم. Ali matematik sınavından 100 aldı. O çok sevindi. Matematik sınavından 100 alan Ali çok sevindi. علي الذي أخذ علامة 100 في امتحان الرياضيات فرح كثيرا. Cumhurbaşkanı şehre geldi. O halkı selamladı.
Şehre gelen Cumhurbaşkanı halkı selamladı. الرئيس جاء إلى المدينة وسلم على الشعب. الرئيس الذي جاء إلى المدينة سلم على الشعب. Dün akşam çok kar yağdı, kar yolları kapadı. Dün akşam yağan kar yolları kapadı. الثلج الذي تساقط مساء الأمس أغلق الطرق. Selim pijamalarını giydi, o yatağına yattı. Pijamalarını giyen Selim yatağına yattı. سليم الذي لبس بيجامته أو ملابس النوم يعني نام على سريره. Okuyalım kişilik özellikleri. نعم لنقرأ الصفات الشخصية. Kişilik özelliklerimizi bilmemiz önemlidir. معرفتنا للصفات الشخصية مهم جدا. Böylece okul, iş, eş seçimi gibi önemli kararlarımızı aldıktan sonra pişman olmayız. بهذا الشكل عندما نختار المدرسة أو العمل أو الزوج أو الزوجة يعني عندما نختار مثل هذه الاختيارات المهمة لن نندم بعدها يعني إذا عرفنا الصفات الشخصية لن نندم على اختيار العمل والزوجة وما إلى ذلك. Mükemmeliyetçi kişilikler. هم الأشخاص الذين يسعون إلى المثالية. Her şeyin mükemmel olmasını isteyen insanlardır. هم الأشخاص الذين يريدون كل شيء مثالي. Değişim isterler. يريدون التغيير. Zayıfların hakkını savunan. يدافعون عن حق الضعفاء. Düzenli, verimli ve çalışkan kişilerdir. هم أشخاص مرتبين معطائين ومجتهدين Ne yazık ki öfkelidirler. لكن للأسف هم عصبيين Yardımsever kişilikler. الأشخاص المحبين للمساعدة Duygularını saklamayan, arkadaşlarını çok seven ve iyi niyetli insanlardır. هم ناس لا يستطيعون إخفاء مشاعرهم يحبون أصدقائهم و نيتهم دائما جيدة Korumayı severler ve bunu abartırlar. يحبون الحماية ويبالغون فيها. Bu kişiler kendilerine çok önem verirler. هؤلاء الأشخاص يعطون أنفسهم أهمية كثيرة. Başarıya odaklı kişilikler. الأشخاص الذين يركزون على النجاح. Bu kişiler için başarı ve meslekte yükselmek önemlidir. هؤلاء الأشخاص من أجل هؤلاء الأشخاص يكون النجاح والرقي في المهنة هو شيء مهم. Başkalarının değerlendirmelerine dikkat ederler. ينتبهون يعني أو نعم ينتبهون ل آراء الآخرين أو تقييم الآخرين. Duygularını belli etmeyen insanları küçümseyebilen kişilerdir. هم أشخاص لا يظهرون عواطفهم ومن الممكن أن يستصغروا الأشخاص أو الناس الآخرين. Araştırmacı kişilikler. الشخصيات المحبة للبحث. Bu kişiler karmaşık ve soyut olaylarla ilgilenmeyi severler. هؤلاء الأشخاص يحبون الأشياء يعني كارماشيك المخربطة أو يعني الميكس خلينا نحكي وسويت أولايلار لا يعني الأشياء غير ملموسة. Her şeyi mantıklı ve hayata uygun bir biçimde açıklayabilirler. كل شيء يستطيعون أن يعني يعطوا له يعني أتشكلم بمعنى أن يفسروه بشكل منطقي ومناسب. Gelenek ve göreneklere aykırı yorumları olabilir. يكونون ضد العادات من الممكن أن يكونوا ضد العادات والتقاليد. Evet. Maceracı kişilikler. الأشخاص المحبين للمغامرات. Yeni şeyler öğrenmekten, macera yaşamaktan hoşlanan insanlardır. هم أشخاص يحبون تعلم أشياء جديدة ويحبون عيش المغامرات. Dışa dönük ve çok heveslidirler. Dışa dönük هي مصطلح يستخدم عند الأتراك بمعنى أنه يعني اجتماعي غير منغلق على نفسه.
هو اجتماعي ومنفتح على العالم الخارجي. Kolay kolay tatmin olmazlar. Bir dakika. Dişadınlık ve çok hevesli. derler. وهم أيضا يعني عندهم هوس و يعني طموح وهيك هيك أشياء حماس خلينا نحكي و Kolay kolay tatmin olmazlar. لا يطمئنون بشكل يعني سهل Ve şahsi isteklerine önem verirler. ويعطونا يعني أشياءهم الشخصية أو إراداتهم الأشياء اللي بدهم إياها بيعطوها أهمية كبيرة. Hoşgörülü kişilikler. المتسامحين Bu kişiler insanların hatalarını affetme eğilimindedirler. يعني هم يميلون إلى مسامحة أخطاء الآخرين Ve bundan zarar görebilirler. ومن الممكن أن يواجهوا مشاكل من أجل ذلك يعني أو بسبب ذلك. Uysal, tepki göstermeyen ve şikayet etmeyen insanlardır. ويصال بمعنى يعني منصاع ولا يظهر ردات فعل ولا يشكو Bunlar için sorunlar çok önemli değildir. والمشاكل من أجلهم هي أشياء غير مهمة. Bu kişiler sanatçı ve romantiktir. Bazen içe dönük olurlar. من هم؟ Bireyci kişilikler. نعم الأشخاص يعني منعزلين أو اللي بيحبوا الانفراد يعني هم أشخاص رومانسيين وفنانين. Bazen içe dönük olurlar. هذه عكس اللي مرت معنا قبل شوي حكينا هون ديشادونوك يعني غير منعزل ومنفتح على العالم الخارجي واجتماعي. هذه عكسها إنه هم منغلقين على نفسهم. Yalnız yaşayan, sıradan insanlar gibi olmamaya çalışan kişilerdir. هم أشخاص يعيشون بمفردهم ويعملون أو يحاولون أن يكونوا أشخاص غير اعتياديين. Hayalcidirler ve verimli çalışmazlar. هم أشخاص يعني ذو طموح أو ذو عندهم خيال أو عندهم آمال يعني ومعطائين. Bu kişiler girişimci, Yok dur. hayalcidirler ve verimli çalışmazlar. Çalışmazlar yani la gayr mu'tain. Verimli çalışmazlar. Ya çok çalışıyorlar ama verim alamıyorlar. Çok çalışırlar ama faydası olmaz. Anladım. Yani hum يعني طموحين و يعني مجتهدين ولكن لا يأخذون نتيجة كبيرة لأعمالهم. Evet. Lider kişilikler. Ay ne yaptım? Alttan kaydır. Alttan. Bu kişiler girişimci, zeki ve ileri görüşlüdürler. هم أشخاص رياديين أذكياء وعندهم رؤية أو تطلعات مستقبلية. Zorlayıcı, hükmedici, hırslı, savaşçı ve rekabetçi kişilerdir. Zorlayıcı bimana mujbir yani عندهم إجبار و بيعطوا ذو حكم أو بيعطوا أحكام للأشخاص هرس بمعنى يعني عندهم حرص أو عندهم طموح سافاتش محارب أو مكافح وهم أشخاص يعني متنافسين Metinlere göre cümle kuralım. لنكون جمل حسب النص. Mesela burada bireyci demiş. Ahmet içe dönük bir insandır. Onun kişiliği bireycidir. Bireyci. نعم شخصيته هي شخصية يعني منعزلة وهو منغلق على نفسه. Arkadaşım hatalarını her zaman affediyor. O hoşgörülü bir insandır. Hoşgörülü. متسامح دائما يعني يسامح أخطائي. Dünyada fakir insanın kalmaması lazım, mükemmeliyetçi. الأشخاص المثاليين بيقولوا في الدنيا مش لازم يضل في حدا فقير. Zor durumdaki insanlara yardım etmeliyiz, yardımsever. يجب أن نساعد الناس اللي ظروفهم صعبة هم الأشخاص المحبين للمساعدة. Bu işi başaracağız, başka yolu yok, lider. هذا العمل سننجح فيه لا يوجد طريق آخر هؤلاء الليدر Korona hakkında araştırma yapacağız, araştırmacı.
سنقوم بعمل araştırma عن الكورونا. هم المحبين للبحث. Hafta sonu kampa mı gitsek maceracı? المحبين للمهاجرة المغامرات. يعني قال الجملة: هل عسانا أن نخرج إلى الكامب في عطلة نهاية الأسبوع؟ الكامب هي التخييم. İleride müdür olmak istiyorum. Başarıya odaklı. الذين يعني بدأوا على النجاح، المحبين للنجاح، بيقول في المستقبل سأكون مدير. Yalnız yaşamayı seviyorum. Bireyci. أحب العيش لمفردي، المنعزل. Her insan hata yapabilir. Hoşgörülü. كل شخص ممكن أن يقوم بعمل أخطاء، هو الشخص المتسامح. Yazalım, konuşalım. Nasıl bir insan? لنكتب ونتحدث. أي نوع من الناس هو؟ Ben yardımsever bir insanım. Çünkü arkadaşlarımı çok severim ve iyi niyetliyim. أنا شخص محب للمساعدة لأنني أحب أصدقائي ونيتي جيدة. Babam buralar bunlar yazacaklar. Annem. ستكتبون يعني تصفون شخصيات أهلكم بجملة. تكتبوا عن أبوكم أي شخصية هو، أمك أي شخصية، صديقك، أخوك، أستاذك، وأي شخص، أي إضافة يعني عن أي حدا بتحبه. بتقدروا تكتبوهم وبتقدروا تشاركونا فيهم في الكومنتات، ونحن بنصحح لكم الأخطاء إن شاء الله إن وجدت. İşaretleyelim. لنضع إشارة. Hayattan zevk alır, iyimser. إيمسر بمعنى متفائل، كتمسر بمعنى متشائم. الجملة الأولى: يأخذ يعني يستمتع في الحياة هو المتفائل. Buraları direkt okuyup tercüme ederiz. İşaretlerle. تمام. أنتم بتحطوا الإشارة. Rahat ve huzurlu uyur. ينام بسلام وراحة. Sıkıntılı zamanlarda rahatlamak için başka şeylere odaklanır. في زمان المشاكل، من أجل أن يريح نفسه، يفكر أو يركز على أشياء أخرى. İnsanlara güvenmez. لا يثق بالناس. Bazen hayatında değişiklikler yapar. أحيانا يقوم بعمل تغييرات في حياته. Küçük şeylerden mutlu olur. يعني من الممكن أن يكون سعيد من أشياء بسيطة أو يسعد بأشياء صغيرة. Güzel sözleri fazla söylemez. لا يقول يعني كلام جميل كثيرا. Sabah uyanınca yataktan gülerek kalkar. في الصباح عندما يستيقظ يقوم من السرير بابتسامة. Alıngan ve kırılgandır. حساس وألينغان بمعنى حساس، أو يعني يحزن من أي كلمة، أي شيء بتقوله بياخده على حاله. يعني ممكن تحكي أي شيء ويفهم المقصود عنه بتحكي، وبيحزن بسرعة وبيزعل بسرعة بهذا الشكل. Çok çabuk küser. يعني يزعل، بيحرد بسرعة. Evet. نعم. Konuşalım, yazalım. لنتحدث ونكتب. İyimser misiniz, kötümser misiniz? هل أنتم متفائلين أم متشائمين؟ İyimserim çünkü. أنا متفائل لأن. Kötümserim çünkü. أنا متشائم لأن. تقدروا برضو تكتبوها وتشاركونا فيها في الكومنتات، ونحن نصحح لكم إذا في أخطاء. Dinleyelim, cevaplayalım. قسم الاستماع راح يكون إن شاء الله فيديو خاص، ونضع لكم الرابط في أسفل الفيديو. Nasrettin Hoca'dan fıkralar, buralar tamam istemeleri. Evet. Hangi rengi seviyorsunuz? هذا أيضا قسم Tamam. استماع. O zaman devam. أي لون بتفضلوا كان على العنوان؟ Yazalım, kelimelerle cümleler kurunuz. لنكتب بهذه الكلمات لنكون جمل. Kelime dünyası. دنيا الكلمة. Gururlu bak. يعني ذو كبرياء. Evet, hayalci. يعني عنده آمال وطموح. Hevesli. يعني متحمس. İçe dönük. زي ما حكيتها قبل شوي إنه منغلق على نفسه. Huzurlu. huzurlu بمعنى يعني ذو سلام، سلام داخلي. İyimser. متفائل. Endişe. قلق. Değişim. تغيير. Aykırı. ضد. Alıngan. برضو زي ما حكيت قبل شوي بيزعل، بياخد كل شيء على نفسه. Kurnaz. كورناز بمعنى ماكر.
كتمسر. متشائم. نعم، بهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، نأمل أن يكون مفيدا بالنسبة لكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب بالفيديو وترك تعليق، فذلك يكون بمثابة تشجيع لنا لنستمر بشرح باقي الدروس. إن شاء الله نلقاكم في دروس قادمة، إلى اللقاء. نعم.